الأسبوع اللي فات حد اللي فات كان معاد زيارتي لكاربا بنيارد، وكان أبونا أنطونيوس برشا من سنة يجيب زيارة جورج الكهنوت، وكان في كتير من الناس قالوا احنا ما نعرفوش كويس، فقلت لهم تاخدوا سنة تتعرفوا عليه وقلت لكم بعد سنة نشوف رأي الشعب ايه. ففي الزيارة يوم الحد اللي فات قعدت الترشيح مرة تانية، I made an announcement about the nomination and we made a vote. We received, I think, 88 votes. 6 said no. 3 said, I don't know. And the rest said yes. When we made the calculation, 93% agree, and I require 90% to agree. My tradition, this is a local tradition from New York here, is we ordain 2 by 2, so that ordain spend 40 days at the monastery, they spend it together. Abuna Antonius asked if we can ordain him a deacon, diaconos, so that he can start helping until we fulfill all the other requirements and according to God's will to be ordained in due time. نرسم الأخ جورج دياكون النهاردة، هيحتفظ باسمه جورج. يوم ما يجي نرسمه الكهنوت هيختار اسم غير جورج، عشان أنا كنت زمان بسمح إن هو يحتفظ باسمه ما دام اسم إبليس يعني، بس ابتديت نيو تراديشن إن إيفن إف إتس أن سينتس نيم نيدز تو بي تشينجد to signify his new life as a priest. Okay? فتقدر كده عندك فرصة تختار 3 أسماء هختار أنا منهم واحد. يعني أنت من حقك تقدم 3 أسماء. وأنا هختار منهم واحد. بس منهم ما يكونش جورج. Okay? أنا ببص لها لمراتي يعني. وإنه يبقى من أوبشن تشويس. أمين. بس إنه يعتبر جورج النهارده تو إنجوي نيم ليتل بيت مور. فتفضل بقى. رسامة بعد صلاة الشكر. صلاة الشكر وصلوات الرسامة وضع الإيد وبعدين يلبس اللبس بقى كدياكون، وممكن يناول الكاس لأن كدياكون ممكن يبتدي يناول الكاس. أليس الماس كتيروس وكتير وكنت كراتور. Make us all ready to pray, thank you and say our Father, our Father, Yeah.
الخوف ورنت يرفقوس انت فريق روح الطاي هوس وفاي لني روتير انت بالغن خنيبة انجابي بندق رطور شريس بالموتي Yeah.
كلمة هذا العبد الجليل بما يستطيع الاستحقار. أنه اسمك القدوس ونبدو في خدمتك يا نور ثلاث أنساك للعين. ولا تدع لنا الشرك في الخطايا مريما ولستغسل خطايانا. أو نحن يا سيدنا نصنع الملائكة لأننا معرفة أنك في منطق الملائكة ونختار بالمصباح المقدس وأقبل إليك شمسية. عبدك جوج الواقفة والمنتظر وعبدك السمائية. يا أنت التصاعد مصير مع كل الذين أمام السماوات والأرض والسلطان الأرض الغير والقدس الآن وكل قل آمين. صلوا كلكم لكي تحل عليه موهبة الروح القدس بقولنا جميعا يا رب فرحة. In the vineyard in Charlton, Massachusetts,
In the Christ-loving lives of New York and New England and abroad, the beautiful Master of Smart in Jerusalem, المسمى على اسم السيدة العذراء مريم والقديس البابا كيرلس بمدينة شارلتون بولاية ماساتشوستس بين برشية نيويورك ونيو انجلاند المحبة للمسيح مبارك ابن وحيد من سيرس والمسيح ربنا Oh,
ارحمنا يا مباركنا في يديك مجدا لإلهنا يسوع المسيح. آمين.